يعني هذه أيام الطوف الأول إلى الختم الحقيقي. هو الليلة كما تعلم صلى الله عليه وسلم المسلمين الشهر هي ليلة 29، ولأن غدا لا يدري الناس هل يكون يعني ليلة عيد أو ليلة رمضان، فجرت عادة الأئمة أنهم يحتاطون فيختمون القرآن ليلة 29. على هذا عمل المسلمين منذ القديم، وقد كان في المسجد النبوي الشريف أيام حياة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى ختمتان، يختمون في التراويح ويختمون في التهجد، وجل من كان في سني أو أصغر أو أكبر من باب أولى شهدنا معه هذه الختمة. كان يقرأ في الليالي العشر من رمضان في التهجد بثلاثة أجزاء يوميا، هذا أجزاء وبضع وزيادة يعني، ويقرأ يوميا بجزء. فهذه قراءة الجزء والختم في التراويح عليه عمل أكثر البلاد الإسلامية ولله الحمد، خاصة الآن في الحرمين المكي والمدني زادهم الله عزا ومنعا. وأما ليلة ختم التهجد هذا الآن لا يوجد إلا ما كان في المدينة زمن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وكان هو يتولى رحمة الله تعالى عليه الختم بنفسه، في التراويح يختم وفي التهجد يختم. وهذا طبعا يعني قدرة آتاه الله جل وعلا إياها، ونحسبه والله حسيبه وقد أفضى إلى ربه، من خيار أهل زمانه علما وتقوى وشجاعة ونبلا ومروءة رحمة الله تعالى عليه. وأنا يعلم الناس ذلك مرارا يعني متأثر به إلى حد التأثير، فقد صلينا وراءه يعني سنين طويلة، نسأل الله أن يتقبل أنا وغيري من أهل المدينة يعني كلنا. أحدث في نفسك أثر ما زال إلى أثر منذ الصبا يعني، وكنت أحاكيه في صوته. هذا ما يتعلق بالمدينة وما فيها. نأتي لختم القرآن. بعض أهل العلم يتحرج من مسألة ختم القرآن ولا يرى يعني صوابها، لكن نقول له نقف عند هذا الحد ولا نتجاوزه، فنقول إن قراءة القرآن إن ختم القرآن بدعة. فالقول إنه بدعة صعب، صعب جدا، لوجود آثار عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره بختم القرآن من حيث الجملة. والحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لابد من أخ فهم كلمة ما ليس منه، فهو رد. وختم القرآن من الدين، وقراءة القرآن من الدين، ومن مظنة إجابة الدعاء. بل إن العلماء رحمهم الله قالوا إنه إذا كان الوقت شتاء فليختم في أول الليل حتى تصلي عليه الملائكة، وليل الشتاء طويل حتى يصبح. وإذا كان الوقت صيفا فإن الإنسان يختم في أول النهار حتى تصلي عليه الملائكة حتى يمسي لطول النهار. وهذا كله ذكره العلماء في قضية الختم. كذلك ثبت عن الإمام أحمد ما ذكره ابن قدامة في المغني أنه رحمه الله وهو جبل من جبال السنة، الإمام أحمد وأحد أعظم رواة الأحاديث، كان له إمام يصلي به، وكان يأمره أن يدعو في ختم القرآن ويأمره أن يطيل، لكن الإطالة مسألة نسبية. ونحن نرجو في هذه الليلة المباركة من إخوتنا أئمة المساجد أن لا يطيلوا على الناس عند ختم القرآن، فإن الكلام إذا طل مهما بلغ الناس تسأم وتتعب تعيا من الوقوف ومن رفع اليدين، ولا بد من جوامع الكلم. فهو يدعو أولا لنفسه ولمن معه، فحق الناس بالدعاء له بالدعاء لهم من حضروا الختمة، هم أولى الناس بالدعاء لهم، ثم يدعو لولي الأمر، فإن لولي الأمر حقا على المسلمين جميعا. واجتماع الكلمة يعني إظفار روح المحبة بين الراعي والرعية مما ينبغي على الأئمة والخطباء والمشايخ أن يتقلدوه، وكذلك يدعو للمسلمين عموما، لكن كل ذلك في جوامع الكلم، وليبتعد كل البعد عن التفصيل، فإن التفصيل الذي يحدث من بعض الأئمة في الدعاء قد يصيب الناس بالمآب الملالة والسامة، خاصة وأنهم طوال الشهر يدعون، فلا حاجة للتكرار ولا حاجة لتفصيل ممل، وإنما يدعو بجوامع الكلم حتى لا يمل الناس، وحتى تكون القلوب خاشعة قريبة في دعائها من ربها. هذا ما يتعلق بختم القرآن، يبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن أعظم المنجيات وهو النجاة من النار، وعن أعظم ما يرغبه العبد من ربه وهو دخول الجنة، ويسأل الله لذة النظر إلى وجهه وجوار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأضراب ذلك من عظائم الأمور التي ترجى في ليلة مباركة مثل هذه، ويقول اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين.